حياكم الله. تعد مهارة التفويض من أهم المهارات اللي يحتاجها كل رائد أعمال اليوم، وتعد من أهم الأسباب لنجاح أي منظومة تجارية. ويجب على الجميع ممن هو في منصب قيادي أو يدير مشروعه بنفسه أن يتعلم هذه المهارة. ليش؟ علشان يقدر يسيطر على مشروعه لما يكبر في السنوات القادمة. هذا موضوعنا اليوم في برنامج البوصلة، خلكم ويانا. إذا أردت أن تنجز أكثر، تخطط بشكل فعال أكثر، وحتى تنمو بشكل أسرع، فيجب عليك إتقان مهارة التفويض، لأنها واحد تساعد صاحب المشروع على الحصول على وقت أكثر لتخطيط أشياء أهم صالح المشروع لصالح هو بنفسه. 2، مهارة التفويض تمكن فريق العمل من الاعتماد على نفسه أكثر، عوضاً عن اللجوء لصاحب المشروع في كل قرار. 3، تقلل تشتيت فريق العمل، وهذا لأن التفويض عادة يكون عبارة عن كم من العمل موزع على فريق العمل بشكل متساوي حسب الكفاءة والخبرة، ويخلي هذا الشخص مشغول ما عنده وقت يعمل حاجة ثانية، يعني في نهاية المطاف إنجاز أكثر. فاليوم واحدة من أهم الطرق وأكثر فعالية في إنجاز المهام هي أنك تتقن مهارة التفويض. أنت جرب لمدة 6 شهور لمشروعك الناشئ أنك تحط المهام لفريق عملك وشوفهم هم روحهم ما بينهم يشتغلون، وجرب أنك تتعاون معاهم وتوزع الشغل ما بينهم. شوف 6 شهور شو يحصل معاك مع تنظيم وتفويض، و6 شهور عشوائية. ولا تشوف النتيجة فقط للعمل اللي راح يتم إنجازه، شوف النتيجة والتأثير على وقتك أنت الخاص في إدارة هذا المشروع. غير عن هذا، فمهارة التفويض تقوي عملية التواصل ما بين كل فريق العمل في المشروع، خاصة لو أنت كنت مسؤول وحاط مجموعة مهام لكل واحد في فريق العمل، وحاط شغلة معينة أنت تعرف أن هذا الشخص ما يقدر يسويها بروحه، لازم يتواصل مع زميله علشان يوصل للنتيجة اللي يبغيها. فهذه الأساليب والاستراتيجيات تستخدم اليوم من أكبر الشركات في العالم، وتخلي الجميع يعمل مثل عقارب الساعة، ويكون موسم العمل خفيف وبسيط وبيئة عمل الكل يبغي يشتغل فيها. فنصيحتي هي ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحتى إن كان ما عندك هذاك الكم من العمل، حاول أن تمارس مهارة التفويض، تتعلمها شوي شوي. في اليوم الهدف دائما ولكل رواد الأعمال أن لا يأتي عليك يوم أنت ما تتعلم فيه شيء جديد، لأن كل هذه المهارات اللي تتعلمها في مشروعك الأول راح تجعل منك قائد استثنائي في المستقبل. الله يوفقكم إن شاء الله، ونشوفكم على كل خير.